There's some. شريت سيجار زي ما إلي شفت على الطاولة على أخذ بدولارين. I mean look, 2.2 million views. مساكم الله بالخير، يينا ببلوك ثاني ونفس ما وعدتكم. اليوم يعتبر يوم الهالوين اللي الناس راح يطلعون فيه، يلبسون أقنعة، يلبسون ملابس كاستمز وكذي، وانتم عارفين وشايفين اكيد من قبل هذا النوع من الاحتفال اللي يصير عادة في امريكا ودول برا، عيد الهالوين. فاليوم قررنا، ولان اليوم اخر سنة لي ان شاء الله بامريكا كدراسة، فاليوم اخر هالوين يعتبر لي بامريكا بعد 5 هالوينات، ما ادري 6 عموما. فبنروح اليوم الحين الاب تاون، واول شيء بنروح المكان اللي يشترون منه الملابس كذي، واحتمال نشتري ما ادري بيشوف الوضع. وبس خلكم معاي وشوف الفلوج. عاده هذا الاحتفال وايد 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 حلو بامريكا، فضروري شوف الفلوج لاي اخر شيء. وبيمرنا الحين فهد، عموما شوي وجهي ضعفان صح يا جماعه ومحلو لاني ترى مسوي دايت. خلوني اشد حيلي. العاص فهد كحلاوي اقوى عازمي، اقوى عازمي كوكب الارض. كل مره اشوفك قلت شيء. ها جاهز؟ جاهز؟ يلا يلا. العود قص علي تقول لي يلا دقيقه اكون برا. ايه على ما تطلع انت تقول انا يعني ديناصور طالع. كويتي ماكو فايده، توقيت مستحيل. عادي اقول حق احد يلا بيك الساعه 7 الى الساعه 10 بالليل او يوم ثاني عادي اسحب. عادي. ها وين بنروح اليوم؟ والله نروح داون تاون اليوم في هالوين. شغل عدل شيء حلوين حلوين حلوين. الهالوين هالوين مبارك. هالوين مبارك. هالوينكم مبارك. هالوينكم مبارك. هالوينكم ايامك هالوينه حبيبي حبيبي حبيبي. يلا يلا مبارك. طبعا كل عام وانتم بخير، والعيديه ان شاء الله بالدرب. عطنا عادي. ابشر والله. يلا الحين بدون كاميرا. عموما يا جماعه الجو صار وايد حلو، خل احط الحزام لان هذا ما راح يسكت. برينج برينج برينج. الحين بنروح الاب تاون، بس قبل لا خل نروح مكان ثاني. وين اي مكان؟ بنروح مكان اللي يشترون فيه الملابس، نروح نشيك ايش عندهم. اي صح صح. يلا يلا ما عليك، انا اوريكم هناك شنو عندهم. سوالف قويه يا جماعه. الحين رايحين المكان اللي قلت لكم عنه، طبعا هو شوي داعوس، الطريق ماله شوي يخرع بس مضبوط. يسار يسار هناك. الحين اوريكم. خلكم هي داش تقول هاي وي طاف. شوف مكتوبك دو نوت انتر. ليش يو انتر؟ زين هذا بقلدك. هو اي ويل انتر. المهم شو تقول؟ هل ويل طاف شو لابس؟ لابس والله دشداشه والله والله يخافون عاد. والله خوش كاستم بلاش بعد مرتين اللي يبيله اللي فات واللي قبله. المهم دشينا المحل مال الملابس والاقنعه حق الهالوين. شوف اوف اوف طاع هني. هذا مو تني ما جيم اوف ثرونز يا جماعه. والله حلوين السوالف شي. لو يعني عندك مكان تحط هذيل السوالف. Yeah I do have my own YouTube. Hey. شوفوا هنا يا جماعة الاقنعة. والله طالع على ترامب. ها كلبس. Scary. واحدة. Oil oil. طبعا واحدة مرة تقول آه هذا اكثر قناعة خرع. اوه لا مو جوكا ود عمه. طالع هذا ولك هذا اللي صدق يخرع. والله شوفه فيلم مشهور عرفته؟ اي ولد عمه هم. طالعوا هني كل هالاقنعة موجودة حق الهالوين. ولا طالع هذا. ولا منو هالحلو هذا؟ لا لا. وهم هني تشتري العدة، تبي سيف سكينة، تبي فاس ما ادري شو اسمه، ساطور، يعني كل شيء، ومكياج ما مكياج، يعني كل شيء تقدر تحصل هني. شو رايكم في القناة يا جماعة؟ اتوقع مو سامعين صوتي انتو. علق بسماخي وخرب شعري. توني مسوي شعري، شعري خفيف بسرعة يخرب. اوكي ما ابي كنسل. في سوالف ثانية طالع. الا شنو هذا؟ شو هيدا؟ اوه طالع حلو على ماينكرافت. ماريو اوف حق فورتنايت. ربع فورتنايت اخوي حمين رئيس ناس هالسوالف. طالع هذيل اتوقع الاسلحه الموجوده بفورتنايت. هذا الظاهر الشخصيات. اوه يا جماعه هذا مال وايت ووكر. شوفه كاو هذا هني وهني تحت. طالع هذا ايموجي الا نار. هذا على الين ولا الكلب. وايد ناس ودي البسهم.
مع القناع او بدون قناع عمتي اصلا. والله تحفه تحفه فنيه. شوف العود كحلاوي. والله انت قوي. البس نفسك والله. سنك سير يا جماعة. احلى احلى مجسم ما شاء الله عليك. باتمان يمي مجسم كذي. ما عارف زين يعني. اي حلو حلو والله والله حلو. شوف شوف منظره يا جماعه شكلي باخذ لي اللي لابسان الحين. شوفوا حلو مريح ورخيص ومطلعني مجسم شوي فهذا اهم بارت. فبس باخذ هذا باخذ معي العصاير وشي. ايش رايكم خلاص تمام؟ نعتمد. انا كحلاوي نفسي بس هو عنده قناع. شو اصير جروب؟ طالعوا يا جماعه هذيلا على شكل ابر بس هذيلا اقلام. لو تلاحظون شوف. لو تلاحظون طلع شلون القلم. ايوه طلعنا مكان. شريت سيجار زياده ما ليش شفته على طاولته انا اخذه بدولارين. سيجار. واللبس مالي هذا كنا عبايه زين والعصايه يلا خربوه ولا خرعهم الحين يلا يلا شنو شنو وصلنا لابتاون. طبعا هذيلا اول ناس شوفهم لابسين الحين. طبعا هذا لابس على شو اسمه نسيته مرت الكومبو كنا ايه يقول. وهناك واحد لابس على ماريو. شوفوا ماريو ولويجي هذا ما ماشي مع حبيبته. طب ايش قاعد يسوي هذا؟ والله نار. بس شيء واحد معكره. منو؟ الجو عادي قولي مطر حيل يعني مطر الخايس. انا شعري الحين راح يخترب واشوف انه هالوين يعني اذا شعري اخترب بشكل صار يخرع هذا الكاستم مالي هذا الملابس مالتي فتترقع. وهذا اللي لابسه انا فيه نفسه هني يغطي يعني ترقع عادي عادي امور مستتبه. العود طالعوا طالعوا يا جماعه هذا لابس على ناروتو صح كنا؟ طالعوا هني ما يصير يا جماعه. ايش قاعد تسوي هذه؟ شوف 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 هني كنا حفله هني صايره اغاني وطقطقه. طالع طالع هذيل يا جماعه ايش لابسين؟ اللي هناك شوف شوف يا جماعه الا العود هذا مثلثات والله شوف. شرطه شرطه اوه شوف شرطه شرطه هذيل لابسين جيش شرطه كل شيء. ايش صار انت علق هذا؟ والله انا بعد تعلق ما لك تعلق. المهم تونا واصلين حط السيجاره قلت لكم مو صجيه والله. تونا واصلين الحين بنروح نشوف العالم. طبعا في مشكله ان الجو شوي مطر ان شاء الله يوقف وما يعكرها علينا. غير كذي افترينا بالسياره شفنا وايد ناس لابسين وكذي وتو الحين يعتبر مبكر. فشيء حيل حيل قوي شوف الفلوج ليله خير. طبعا يا جماعه اذا انتم مو ضايفيني سناب شات وانستغرام ضروري الحين تضيفوني. احط لكم انستغرام وسناب شات على الشاشه. ضيفوني اسوي كابتشر بعدها ضيفوني بعد الفيديو. لاني ساعات هناك اصور اشياء اذا قطعت على اليوتيوب شويه وما صورت فلوجات وكذي راح تشوفوني قاعد اصور يومياتي هناك بشكل 24 ساعه واتكلم واسولف واسالكم اشياء وغيره. فضيفوني بسناب شات وانستغرام ضروري ضروري ضروري. العود والله راح تخرعهم. والله شوف الله. ها يلا بينا. الله داس جو فيدان. شوف طالعونا. طالعوا كذا لابسين. ايش لابس هذا؟ اوكي. اكثر واحد متحمس فهد والله. بيبط راسك فيدان ايش قاعد يسوي؟ صدق قاعد خرعهم صدق. طيب ايش قاعد يسوي؟ اذاهم الله طالع من السجن لابس جداشه هذا لابس جداشه طبعنا شكله. يلا يلا فوق فوق طالع هذا من فوق. طبعا هناك كذي كله مسوي نفس حفله واغاني وكل لابس كاستمز وشي فبوريكم ذاك الصوب بعد. اطلع العود مصدوم هذا. شوف 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 العموم لابسين يا جماعه. شوف هذول لابسين على راهبات. يوه صح.
وهني العود والله لاعب لعب خرعتهم تخرع قسم بالله كل ما يمر يطالعونه كذي ينحاشون منه والله قوي حيل. طبعا يا جماعه الوضع صار مطر قوي احنا منخشين تحت المظله الصغيره مال البنك. المهم العموم قاعد ينحاشوا قاعد يشون اماكن كذي اي مكان شيء اي فتحه قاعد يشون فما ادري شو الوضع الحين ان شاء الله يوقف المطر بعد شوي تو الناس للحين تو ما صار 12 ناس سهيره اليوم 2 3 4 قاعدين بس ايه نشوف يلا الوضع نشوف انتوا خلكم معنا اللي بيطلع معنا بصور لكم اياه وتعيشون معنا اللحظه. المهم واستمتعوا انجوي واستمتعوا انجوي وهذه السيجاره الفيك ذابت بحجي خلاص كنا بسكوت والعصا والعصا شوف اوه العصا العصا اللي من العصا ما انا مراد يوقف المطر حسين هالبقعه هذه اي احد الحين في بخرعه نسوي فيهم فان يلا لا في حد يحزن اليوم سوي خرجت من برا لا لا ها بعد في؟ ما في بعد ما انطر احنا شوي يلا يلا الحين فيدان هو اللي بيخرعهم انطر 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 لحظة لحظة انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك 3 2 1 ما خاف وايد ها ها في حد جاي اذا حد جاي قول لي عشان خرعه شنو هذا ايش قاعد حول الله الشرطي يقول شيء مهم الشرطي يقول خبل هذا مينوس في حد جاي والله ولا خا ترك دو ترك بسرعه بسرعه يا جماعة هذه اللي طلعت بهالفيديو هذا اتس هير هذه It's like 2.24 million views. You remember me? Yeah, I remember you. Why? Yeah, young people. You're really famous now. I'm famous now? I mean, look, it's 2.2 million views. I'm famous. Wait. والله ما ادري منو هذا يا جماعه wait الناس مصدومين ما يدرون ايش السالفه حتى انا ما ايش السالفه طيب قاعد يصورون سانسيت حياة مره يا جماعه استانسوا طيب ايش قاعد يسوي له ها بيبط عيني هذا واو والله ضارب اتوقع هذا كان شارب ليه ما قال بس عصايتنا تعال ما تبيها ضرب عصايتنا Thank you. Thank you. Have a good day. That was good stuff. I love that. Thank you. Thank you. I love this. I love this. Baby. Hey, run for us, bro. All right. Bye-bye. Bye. كلش ما ادري صار. الله كلش ما ادري صار يا جماعه. صار.
والله ما والله كلهم سكارة يا جماعة، كلهم سكارة ضحك والله والله. المهم انا وناسة عادي استانس حياتك. بس قاعد نفسخ الحين عشان الحين نعيش نفس العالم ونروح نتمشى ونشوف الدنيا اذا يعني في شيء قاعد يسوونه العالم. بس تبهذلنا والله وناسة، تسلم والله. ايش رايكم يا جماعة بالوول بيبر مال التليفون مال الخلفية؟ المهم يا جماعة الوضع والله وايد وناسة وايد ضحك والله قوي الوضع. ها انت اول هالوين بشارلوت صح؟ شلون والله والله زين وناسة مبروك. المهم لين وصلنا نهاية هذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو عجبكم، لا تنسون تضغوا لايك حق الفيديو هذا شيء وايد مهم، تفعلون زر التنبيهات عشان يوصل لكم اي فيديو اول باول، وهم تنشرون الفيديو حق ربعكم اذا عجبكم المحتوى تبوني استمر. الربع بكل مكان وزمان يطلعون. المهم as always stay positive use this and smile.